في الكفاية. لما علمنا أولادنا في المساجد ها نسيتهم التربية وأغفلنا التربية طالت ألسنتهم علينا. هذه مشكلة. لكن لو ربيناهم وزكينا أنفسهم لحصلنا على شيء آخر. وأنا أهيب بإخوان الدعاء أن يركزوا على جانب تربية السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان. نعم. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اقرأ البقية اللي بعدها. والذين إذا فعلوا فاحشة الآية اللي بعدها أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ها فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص ما هو مرة أخطأ ومرة تاني أخطأ ومرة قال لك ما أصر من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. ما أصر أصر بمعنى من استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا يعني إيه؟ قال لك الإصرار ها الواحد مع توبة يعني. الله يرضى عليه يعني ما أصر من استغفر ها ولو عاد إليه 100 مرة طالما انه يستغفر يبقى مش مصر. ليس هذا استهزاء بالله؟ لا 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 بالعكس يعني. لا هو يعني يتوب ويفعل ويتوب ويصنع ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره خلاص. انا مش عارف خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرفقه السيئه الى اخره سبحان الله. الله هو مش قاتل 99 واكمل بال100 وبعدين قال له يا ابن الحلال روح ارض ثانيه وبدل الارض لابد شرط التركيز على النيه في عدم العوده اليه مره اخرى. ويعلم الله صدق نيته. ليه يقول في كل مره يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب واشهدكم اني قد غفرت له ثم يعود. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب واشهدكم اني قد غفرت له في مره اخر مره يقول ايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنب او للذنوب الا انا واشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى هذا الذنب مره اخرى. ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الايه المعصيه خلاص يغلق في وجهه باب المعصيه حتى وان سار نحوها يغلقها في وجهه بس يقول لا خلاص خلص. من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي. راح فين تعالى على هنا لأنه سبحان الله قالوا علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منهم قالوا قلنا ايه المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمة الله ونعم بالله. هو لا يقع حتى ان وقع اي وقع يتسخ بتاع يتغسل سبحان الله. والذين اذا فعلوا فاحشة اي انا امشي مع فضيلتكم بالطريقة الاكاديمية اود وضع نقاط توصلنا الى الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. ايوه والذين اذا فعلوا فاحشة التائبين المستغفرين من الذنوب خلاص تمام التوبة من الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اذا نضع عدم الاصرار على المعصية شرط. فكرة يعني شوف انظر الى العاصي ها على انه مريض نعم. اذا نظرنا له انه مريض المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء بس انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء مر كيف اعطيه احيده ودلله عشوائي ونهديله بعدين نقدم له نضطب عليه ولا اموت ولا مش عارف لعبه ايه وده لا. هكذا المذنب ليه لانه يرى المعصيه حياته المعصيه يعني ابراهيم بن ادهم قاعد كده طالع يسرق البيت يسرق هو كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعلوا فاحشه سبحان الله. الله فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد انا يا رب يا سلام وقعت الكلمه في مقتل سلام. او وقعت الكلمه في موضعها يا سلام بس الم يأند لا خلاص نزل صار ابراهيم سبحان الله. فهي القضيه ايه ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول ولولا ان يخلي الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه احيانا للذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل الى الله رب العالمين.
يا سلام. من باب ايه؟ انه الرب المربي. انه الرب المربي سبحان الله. اتركوا يقول يلا يعني سبحان الله لو لم تذنبوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هي كده هي كده. والعبد رجع، العبد المؤمن رجع الى الله، رجع الى الله. نعم. فمدام خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام ولدته امه، ما في مشكله بفضل الله. ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه؟ الصحبه الصالحه مهمه، البيئه اللي موجود فيها لازم. اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدني مثلا، لا لا العمل الذي يجعل يعني يعمل في كازينو، يعمل في فندق، لا لا هو لا يعمل، شو هو يعمل في قهوه مثلا، لا لا يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر ابوه ان يعمل في هذا المكان؟ لا بس يعني لو جاء محمد بن ابي بكر هل ابوه ابو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكنه هذا عمر وهذا ابو بكر، معليش ما هم قدوتنا، هذا ابن فلان لا لا معليش ما هم قدوتنا واسوتنا ونحن على الدرب سائرون. الضغط الحياتي يعني هذه مشكله اجتماعيه كما تعودنا ان نهبط للواقع دائما، يجعل يشكل ضغطا على الانسان ان يجعل في ان يعمل في اي عمل، يعني ربما يضطر للعمل في مكان مثلا إذا, 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 إذا لا يوائم الشريعه. اذا كان هذا رزقه من حرام هل يدرك انه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ سبحان الله. مش قلنا من قبل ان اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا؟ لقاء واعد. سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الله احنا قلنا اين المخرج اول؟ لا 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 اتق الله اولا، ازرع الشجره ثم خذ الثمره. مفيش حد ياخذ الثمره لي أموال. لا لا مفيش مضمن، لا الضمان عند الله، الضمان هو الله، الضمان والذين يؤمنون بالغيب. بالغيب عبد الرحمن بن عوف والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقه يمينه، والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين ان اجد تحته دينارا من الذهب، ولو امسكت التراب لصارت ابرا بفضل الله. من العمل من التجاره، بس عنده يقين، عنده يقين. هذا ما ينقص. ولذلك ايه؟ ولذلك ان في الحديث ان في الجنه لغرفه، الغرفه تقال عند العرب اللي